السلام عليكم. القرآن الكريم سنة 1930 بدأت مطبعة الأزهر الشريف في الأزهر الشريف في طباعة المصحف، علشان تكون هي المكان المعتمد الوحيد في العالم كله اللي بتعتمد المصحف كما يذهب إلى بيوتنا. المصحف اللي بنشوفه لازم يبقى معتمد من الأزهر، وبالتالي الأزهر كمان طبع المصحف الشريف. احنا النهاردة في مطبعة الأزهر، يمكن اول برنامج يصور داخل مطبعة الأزهر، ما هياش اكيد المطبعة اللي بدأت سنة 1930، لكن هنا مطبعة الأزهر في منطقة العباسية في وسط القاهرة. من هنا بيخرج كل سنة آلاف الآلاف من المصاحف الى جميع انحاء العالم. خلينا رحب بمشايخنا الجمال، كل سنة وحضراتكم طيبين ومتشكرين على الاستضافة الجميلة. مرحبا بكم. معلومات كتير هنعرفها لأول مرة النهاردة. أولا إحنا قدامنا ملازم في الطباعة، بنسميها ملازم من المصحف الشريف للمراجعة، ودي بتحصل كل يوم ومع كل طبعة. نعم. مظبوط كده؟ نعم. خلينا أبدأ بحضرتك وتقول لي بقى ده بيحصل إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد الرحمن لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم. بداية طبعا المصحف بياخد تصريح طباعة من لجنة مراجعة المصحف الشريف في مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، في الأزهر الشريف طبعا تحت مظلة مجمع البحوث الإسلامية. بعد تصريح الطباعة يأتي تصريح التداول. التداول بمعنى أن المصحف أصبح سليما وصالح للتداول والطباعة والنشر. يأتي طبعا المصحف هنا لمطبعة الأزهر الشريف حتى تتم عملية الطباعة. بيدخل على الكمبيوتر، وبعدين حاجة اسمها الكلك وحاجة اسمها الزنكات، ثم يأتي الفرخ بهذا الشكل اللي حضرتك شايفه. احنا دورنا هنا في مطبعة الأزهر الشريف بنراجع الفرخ اللي بيطبع من على المكنة كلمة كلمة وحرفا حرفا، يعني بحيث يطابق فيه كل ما يحتوي المصحف من الرسم العثماني والضبط والفواصل. الفواصل اللي هي الآيات القرآنية اللي هي نهاية كل آية. بعد التأكد من سلامة الفرخ من حيث النص وكل ما ذكر، نكتب له جملة يطبع على بركة الله تعالى. يطبع على بركة الله تعالى بعد التأكد من سلامته. بعد ما حضراتكم تقعدوا ترجعوا كلمة كلمة وحرف حرف. تمام. فبياخد اللي هو الطباعة، واحنا طبعا متابعين معاه بصفة مستمرة، وكل 5000 نسخة تطبع سحب ورقة عشوائية، ونقرأ الورقة تماما كما قرأناه من أول مرة. أكيد أي حد
زي ما انا سالت حضراتكم كده قبل التصوير، هيسال هو المصحف ليه بيتراجع كل مره؟ ما هو المصحف واحد. فنكتشف ان كل دار نشر لها حقوق في الخطوط، وبالتالي بتجيب خطاط يكتب المصحف بالكامل. تمام. وبالتالي يبدا بقى هنا انه مرحله، انا كدار نشر كتبت المصحف بالكامل بخطاط، اصبح ده حقي. بجيبه لكم الاول في مجمع البحوث الاسلاميه كده. مجمع البحوث الاسلاميه، اولا مرحبا بكم، وكل عام وانتم بخير. حضرتك بخير، حللتم اهلا ونزلتم سهلا ان شاء الله. الله يخليك. حضرتك في لجنه مراجعه المصحف، ودي تبع الازهر الشريف، دي المرحله الاولى خالص. الله يبارك فيك. اللي انا بجيب حضرتك مخطوط بخط الايد. الله يبارك فيك. ده بيجي لنا بقى لجنه مراجعه المصحف، يعرض على جميع الاعضاء ويراجع مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره لحد التأكد من إيه؟ من التزام الخطاط بقواعد الرسم العثماني. كلمة العثماني هنا يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن المصحف جمع وكتب بشكل معين بحيث يشتمل على القراءات والأحرف السبعة اللي نزل بها القرآن. فالرسم العثماني ده اتباعه سنة لا يجوز مخالفته أبدا. عظيم. لا يكتب بالخط الإملاء، فأي حد يكتبه من أول وجديد كخطاط. نعم. لازم الالتزام بالمصحف العثماني اللي هو موجود منه نسخه عندنا. نعم. في المتحف الاسلامي. سئل الامام مالك رضي الله تعالى عنه، هل يكتب المصحف على ما احدثه الناس من الهجاء يعني الاملاء؟ قال لا، بل على الكتبه الاولى. فالحمد لله الازهر يرعى هذا. الحمد لله. لابد من كتابه المصحف بالرسم العثماني. ثم يلتزم فيه بالضبط، سواء الضبط المشرقي ام المغاربه. يعني احنا عندنا دول بتجيلنا زي دول كل دول العالم، لابد ياتي الينا ويعرض علينا المصحف لو حتى هم عايزين يطبعوا المصحف. نعم. يجيبوا الخطاط. ليبيا يعني ليبيا يعرض على لازم لجنه البحوث. اللي عندنا ليبيا، المغرب، الجزائر، أي كل دولة في العالم. كل الدول. يبقى فبيجي الضبط له طريقتين، ضبط مشرقي وضبط مغربي. لابد أن يلتزم بطريقة الضبط اللي هو حضرتك لو تاخد بالك علامة السكون. أيوة. بتختلف في المشارقة تبقى رأس حاء، الثاني بتبقى صفر مستدير. أيوة. وهكذا في العلامات، علامة همزة الوسط، علامة همزة القاف، الإمالة. لابد. فإحنا بنراجع هذه الأمور ونطمن أني ممكن الخطاط ياخد معنا شهر اثنين ثلاثة أربعة. المهم أن نتأكد من سلامة النص القرآني وسلامة الرسم وسلامة الضبط وسلامة الطب وعلامات الأحزاب وعلامات الأجزاء ورقم الصفحات والهامش، وحتى شكل الهامش بتاع المصحف، لأن إحنا ده مصحف. وإذا كان يعني مطالب إن إحنا نحسن جميع أمور حياتنا، فأولى بالتحسين هو كتاب الله عز وجل. الله عليك. الله. نعم. عليك. يعني إحنا بيبقى مصادر المصاحف كتير، يعني ممكن في عزا ممكن حد يشتري مصحف من بائع على رصيف، وارد. ازاي يقدر ان هو يعتمد ان المصحف اللي في ايده مصحف سليم 100%؟ تمام. ادور على ايه؟ شوف حضرتك بقى، هو ادور على هنا ده تصريحه اهو، تصريح بتداول. تداول. ولذلك احنا بنقول حاجه مهمه جدا جدا كمان، كلمه تداول دي مهمه. ليه بقى؟ في قبل منه تصريح طبع. تصريح الطبع ده ما تشتريش المصحف لو لقيت، ما تشتريش حاجه مكتوب عليها تصريح طبع بس، يبقى الاول او ما تقتنيش حاجه عليها تصريح طبع بس، لازم تصريح تداول. لازم تصريح تداول، لان تصريح من الازهر الشريف مجمع البحوث الاسلاميه. نعم. يبقى الاول خالص اتاكد ان في تصريح. ده اول نقطه، لان لو مفيش تصريح ما تاخدوش خالص. لان ده يبقى ما جالناش، يعني المصحف اللي في اخره مفيش ورقه التصريح. لا لا لا. يبقى ده ما عداش على الأصل خالص. ده ما جاش. ثانيا يهتم بكلمه تداول. مش طب، يعني بعض الناس ممكن يلاقي نسخه. ما شاء الله. ما شاء الله. لابد. ربنا يقويكوا. الله يبارك. ودايما يعني يقويكوا والله، لانها مهمه شاقه ومسؤوليه كبيره جدا. يلا بقى نكتب الجمله دي عشان نودي الحاجات الطبيعيه بقى. يلا بسم الله. هنكتب ايه؟ هنكتب ربع على بركه الله. في دقه تنتقل أفرخ الورق في رحلة يومية كاملة التفاصيل لكي تبدأ رحلة مصحف مطبوع يسافر إلى يد قارئ في مكان ما في العالم.
والجميع هنا في مطبعة الأزهر يعملون بحب واحتراف من أجل ميلاد نسخ جديدة مطبوعة من المصحف الشريف كاملة الدقة. في دول في العالم الأزهر الشريف بتودي لها المصاحف؟ احنا المصحف بتاعنا مصحف احنا ما بيتباعش. المصاحف مصحف مجاني. المصحف ده مصحف مجاني. احنا المصحف عندنا بننتج في حدود تقريبا في حدود 2 مليون منتج على مدار العام، ده ما بين مصحف وما بين اجزاء القرآن الكريم. بيتوزع اجزاء القرآن الكريم على الطلبه بتاعتنا في المرحله الابتدائيه في الأزهر. المصاحف في جزء بيتوزع على مراحل المرحله الاعداديه عندنا، وفي جزء الاعظم من المصاحف ده بيتوزع عندنا على معظم غالبيه المساجد وغالبيه دور تحفيظ القران، وجزء منه بيوصل لاخواننا في جميع في الدول العربيه او الدول الافريقيه. عظيم. او الدول الاسلاميه بنوزع لها. عظيم. ده كله بيطلع بالمجان. يعني احنا بنتكلم كل ما يخرج من هنا هو هبه لأي أيوة. مكان في العالم. ازيك؟ الحمد لله وشكرا. اسمك ايه؟ محمد عبد المنعم عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن. انا سلمت عليك يا عماد. سلمتش عليك لسه. ازيك يا عماد؟ انتوا دوركم ايه بقى هنا؟ المكان اللي ورانا دي بتعمل ايه؟ المكان دي اولا بسم الله الرحمن الرحيم مكان التوضيب. توضيب. احنا ده دي ملازم، دي ملزمه جايه من الطابع جوه من المرحله الاولانيه المصحف الشريف. بتجي لي انا هنا من المرحله الثانيه. ايوه انا من هنا من عندي اللي انا برص بنزل من على الطاوله من هنا على الطاوله. انا وزميلي. تمام. لازم احنا الاثنين واقفين فاهمين على المكنه. عظيم. شغلها ازاي بتنزلوا الطاوله هنا دي. بنزل من هنا الهواتين. زي كده ونبدا ندوس. هنا حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبدا الايه؟ طب تعالى بقى حضرتك دوس بقى عشان نشتغل. في دوس تاني. هنا. تمام. شغل عمل شغل. ادي الملازم هتبدا تروح هنا. هاتلي بقى ملزمه من هنا. تمام. ادي الملازم المطبوعه. تمام بقى نقفل بقى خلاص. تمام. عايزين زرار واحد المره دي. زرار واحد اهو. المصحف الشريف اهو. ده ملزمه من ملازم المصحف. المصحف كم ملزمه؟ 32 ولا 18؟ في كام الملزمه؟ كام صفحه؟ 32. كل المصاحف اللي عندنا في البيوت واحده ولا بتختلف في الطباعه؟ لا، هو الطباعه فيه بيبقى مصحف مختوم الايات ومصحف غير مختوم الايات زي ما مشايخنا قالوا لنا. وهي قبل ما المصحف يجيلنا يبقى في ايدينا بالصوره النهائيه. احنا شفنا قبل كده خلاص، شفنا المراجعه، شفنا الطباعه وشفنا المراجعه وشفنا التوضيب وشفنا الملازم وهي بتتعمل. هنا بقى الملازم هتبقى مع بعضها. دي حضرتك مرحله الجمع بتاعه المصحف. ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الله ينور. ده احنا كده بنتكلم في ال 32. المصحف ده 64 ملزمه اللي هو 64 صفحه. ايوه. فدول كام؟ دول كام ملزمه كده؟ دول 17 عشان ده الصغير الربع. ايوه. اهو الملزمه جايه هنا طبعا لسه هيتقص بعد ما تخيط المقص وبتاع. فادي مرحله. انت يعني بالراحه، بس بالراحه، انت كده اوعى تغلط. لا طبعا ما اقدرش. طب مين يراجع وراك؟ لا، ما في مراجعه بقى، ما احنا بنراجع تاني. احنا المصحف كل مرحله له مراجعه. يعني انت ده كده ايه؟ دول كده 6 نسخ 3 في 3. 6 نسخ. يعني دول تعالى كده. دول 3 نسخ. 1 2 3 هم 6 بتقسم في النص. يعني أيوة. 6 تمام. كل نسخه 17 يعني ده كده 2 مع بعض. ايوه.
مصحفين مع بعض. دول مصحفين وفي اثنين وفي اثنين يبقى ست. اثنين هم واثنين هم. عظيم. اتحطوا على بعض عشان يدخلوا المكنه للخياطه الاول. الخياط الاول اول الخياط وبعدين يتغروا. لكن انت هنا منظم الاجزاء 17 16 11 كده 17 بادئ من الاخر من فوق من واحد. ها كويس. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. هناخد كده هناخد كده اهو من هنا اهو. أيوة. على كده اما نشوف كده من هنا ابدا هنا ابدا هنا وتعالى حضرتك على بسم الله كده. ايوه كده. ايوه كده. ايوه اربعه. بتعد. ايوه يلا. تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. رحنا هنا. ايوه نطلع. ايوه كده. انت طبعا سريع. ها سريع بس انا اديني 24 ساعه وهبقى تمام. ها ها اهو دي شغلانه جميله. أيوة. ومريحه طبعا راحه نفسيا طبعا قوي. الكفايه ان انت بتكتب كتاب ده اخر اخر حاجه. ها كده اهو خلصت كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اهو برده عايز اوريكم التصريح بتاع الايه الازهر الشريف وتصريح تداول ده مهم جدا. بعد كده نخيطه عشان ما لازم تكسب بعض. ده فعلا خلاص. ده الخياطه دي بتبقى خياطه اوتوماتيكيه بتتم على مكنه الخط هنا على مكنه الخياطه بيتم بعدين هنا اوتوماتيك. طب ما نشوفها كده. اتفضل يا عم نشوفها. عم فوزي شغل المكنه. يلا شغلها شويه وبعدين نشغل الصوت نبقى نقفلها بس خلينا نشوف مع بعض. بسم الله. احنا عملنا ايه يا عم فوزي بقى؟ احنا عملنا نشغل لينا حطينا نسخه حط الشغل في المكنه. بدايه الشغل خالص في المكنه عندي الاخ احمد كده لو حضرتك عايز تشوفه. انا شايفها من هنا اهو. تمام. خد بالك حضرتك عجيلك بيشغل المكنه بتسحب ملزمه ملزمه. ايوه زي ما الاخ بيجمع ملزمه ملزمه هي برضه حضرتك هنا المكنه بتسحب ملزمه ملزمه, ملزمة. لحد ما تجمع النسخه كلها وتقطع الملزمه دي مثلا الملزمه ايه. حاجة جميلة والله. حاجة جميلة. خد حضرتك تسحب ملزمة ملزمة زي الجمع بالظبط. حضرتك عم فوزي بقالك قد إيه مطبعة الأزهر؟ لا والله أنت مؤسسين بقى. من مؤسسين المطبعة. اللي جاي من المطبعة القديمة. كمان. مطبعة الأزهر القديمة. طبعًا. قدام اتحاد الشرطة. فاكر إيه من المطبعة القديمة؟ فاكر إن أنا أول ما اتعلمت على مكنة صدر. مكنة صغيرة كده. يعني صدر زي وش المكنة دي كده. رقم صفر. ايد ورجل كده ما دوس برجلي. احنا ممكن بعد اذنك عم فوز نقفل ال اقفل اقفل الهواء اقفل عشان نسمع عم فوز. كان في مكنه صدر مركونه في المطبعه محدش بيشتغل عليها وبعدين طلبوا ان المكن عايزين سرعه شويه في الخياطه لان الخياطه كانت ننتج اكتر كانت يعني. يدوي كان في انا فاكر الشنطه كده طبعا فكان في رئيس قسم راح جايب واحد صنايعي صلح المكنه وقال لي تقف مع الراجل ده وقف معاه ثلاث ايام. الحمد لله ربنا بصراحه اكرمني واتعلمت الشغلانه فبقيت اخيط على المكنه اليدوي اللي هي بتدوس بالرجل وارمي بايدي لحد ما ربنا اكرمنا وجينا هنا اتطورت المطبعه عملنا المطبعه زي الصرح دوت يعني جميل. ما شاء الله. احنا هنا بقى لنا قد ايه المطبعه؟ المطبعه هنا من 2001 2001 2002 بقى لنا 22 سنه المبلغ ده قائم على حاجه. جميل. جينا هنا لقينا ضخم يعني ما شاء الله. الحمد لله جينا لقينا المكن دوت والمكن دوت اشتغلنا على ده الحمد لله وبرضه لان ده جنزير اطول شويه يعني في بترمي هنا كده والملزمه تمشي كده لكن دكه في وشك كده ترمي وتدوس من ايه والاخر تفتح ما شاء الله وفضل ربنا الحمد لله اتعلمنا على نفس المكنه والمكنه دي انت عارف حضرتك طبعا ان ايه ان انتوا بتشتغلوا في يعني في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الله اقيم حاجه اقيم اقيم
يعني ما فيش مقياس لاي حاجه يعني. وفي نفس الوقت محتاج دقه ويقظه كبيره جدا جدا عشان ما يحصلش اي غلطه يعني. الحمد لله ربنا يقويكم ويوفقكم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. صح سلام. وربنا يكرمكم كده. ربنا يخليكم. متشكرين جدا. عطلتكم انا معلش. كل سنه وانتم طيبين. رحلتنا الأخيرة في مطبعة الأزهر مع حاجة جميلة أنا ما كنتش متوقعها وهي طباعة المصحف الشريف بطريقة برايل. ده إحنا عملنا الكلام ده إمتى؟ دي التجربة الكاملة إيه؟ دي تجربة كاملة مصحف تجربة كامل. كامل مصحف كامل ده بقاله داخلين على سنتين مثلا. أيوة وبيتم اعتماده دلوقتي ومراجعته قبل اللجنة المختصة بمجمع البحوث الإسلامية. كلام عظيم جدا إنه لإخواتنا المكسوفين إن هم يقدروا يقروا القرآن. وبعدين هنا في ميزة لاحظتها والبشمهندس أكد لي عليها إنه الكلام مكتوب. الجنة هي المأوى. بسم الله الرحمن الرحيم. وآدي إيه هنمشي كده نقراه. يسألونك عن الساعة. مظبوط كده انا ايوه احنا كاتبين الكتابه بتاعتنا بنفس تشكيل المصحف بنفس الايه بتاعت المصحف بحيث ان المبصر لو كتير بيقرا يساعد لو في تشكيل غلط او حاجه. ده الجديد عندنا في طبعه الازهر. احنا في الطبعات التقليديه بتاعت البرايل بيتبع برايل بس. فبالتالي ذو الاحتياجات الخاصه هو لوحده اللي يعرف يقرا. انا لو قاعد جنبي ما اعرفش. هنا حاجه حلوه جدا. فدي كانت حاجات تجريبيه تحت التجريب. وده لسه ما نزلش بقى. لا ده نسخ تجريبيه لسه وما نزلش. ما وصلش لاي جمعيه ولا ايه؟ لا لسه. الحمد لله تمام. احنا هنا بنعمل حضرتك المختص في فكره الطباعه بتاعت مظبوط. طيب اشرح لنا ده بدا امتى الفكره دي والتجربه دي. احنا الفكره دي كانت جات لنا علشان ان احنا نقدر نواكب الاثنين. يبقى المصحف مقروء وفي نفس الوقت بطريقه البرايل وفي نفس الوقت بالرسم العثماني بالظبط. عظيم جدا. جت فكرة جداً عملنا له البرواز بحيث ان هو برضو يبقى واخد نفس الرونق بتاع المصحف العادي. طبعا نفس فخامته. نسخة تجريبية دي نسخة مخصصة للتداول على اعتبار ان لسه ايه ما خدتش التصريح للتداول يعني. دي كانت اول تجربة لي خالص. خلي بالكم يا جماعة تاني عايز اقول ان كل دول بما فيهم مصحف واحد. النسخة اللي معايا ده مصحف واحد عشان يقدروا يعملوه بطريقه البرايل. فكان لازم ياخد المساحه دي. كانت اول تجربه لينا خالص ان احنا نعمل مقروء وفي نفس الوقت بطريقه البرايل معاه. ادي ايه بسم الله. فنبدا بقى من هنا لهنا بالظبط. بنبدأ من الشمال لليمين كده بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم لكل اخواتنا. اهو المصحف ان شاء الله قريبا يرى النور. يبقى معاكم نسخه مطبوعة. أشكرك شكرا جزيلا. كل سنة طيب. عمل مهم وعمل كبير. وتستمر مطبعة الأزهر من هنا من العباسية تنتج للعالم كله المصحف الشريف. شكرا جزيلا. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وتبقى مطبعة الأزهر الشريف عتبة محبة تنبض كل يوم بطباعة كتاب الله في رحلة غاية في الانتباه. الرديات في
في ستر وصحة مش في الماء، في حرفة في كلمة أو الصنعة بتعملها بطول البال. الرزق ده صاحب لو اتصاحب تضحك لك الدنيا.